العملية الانتخابية والتنسيقية، إنه هذا واجب لازم كنا نشارك فيه حتى نختار الأفضل واللي يخدم هذه البلد، وهي أمانة والأمانة سنسأل عنها يعني. فبدعو أنا جميع المواطنين اللي ما شاركوا يشاركوا بعملية الانتخابية، وبالتوفيق إن شاء الله للأفضل. طبعا إحنا ننتخب طبعا الكتلة الخامسة، لأنها بناء للوطن ومصلحة الوطن، هذا الشيء ما صالحنا صالح الوطن. انتخبت لأنه مواطن ولازم انتخب، لي صوت لازم صوت يعطي لواحد احد يستاهل، من حق الواحد انه يعني ينتخب، من حق المواطن ينتخب، من حقنا يكون رئيس بلدية يعني يكون رئيس بلدية. انتخابات ما شاء الله ماشي بكل أريحية، ما في اي مشاكل. احنا متحيرين بصراحة، حيرنا مين ننتخب اي قائمة، لانه الكل نفس الاشي، كلهم سواسي بالنسبة لنا، والناس دابة عليها بإقبال يعني، كل سنة احسن من السنة اللي قبلها، لانه الناس بتحب التغيير وبتحب الاصلاح وبتحب الاشي المنيح اللي بيكون للبلد. كمواطن توقعاتي انها ان شاء الله حركة فتح راح تفوز، انا هي رائدة الاعمال والمجال والريادة في هذه المدينة، ان شاء الله انها تبقى ناجحة 100% ونزيهة ان شاء الله، ويتم تحسين البلدية وتحسين الموظفين في البلدية. نأمل أن تكون هذه الانتخابات أيضا أولا هي مقدمة لانتخابات تشريعية ورئاسية، لأن برأينا الانتخابات التشريعية والرئاسية هي أكثر أولوية من الانتخابات المحلية. برأيي كان من الأفضل أنه أن تكون الانتخابات ما قبل أو ما بعد إضراب الأسرى، لأنه له أولوية برأينا أساسية. مجموع عدد الذين يحق لهم الانتخاب في محافظة تركنم موزعين على 17 تجمع مجلس بلدي وهيئة قروية هو 83 ألف ناخب تقريبا، موزعين على 46 مركز اقتراع، على 125 صندوق في 46 مركز. أبواب الاقتراع ستبقى مفتوحة من الساعة 7 صباحا حتى 7 مساء، ليتم بعدها آلية الفرز. نسبة الاقتراع حتى الساعة 10 صباحا هي 9.8% من مجموع من يحق لهم الاقتراع. نعم، أنتم تعلمون أن اليوم السبت هو يوم إجازة وعطلة رسمية، ففي ساعات الصباح الأولى كانت النسب متفاوتة بين مركز ومركز وبين هيئة وهيئة، لأنه أنتم تلاحظون الآن أن أعداد المقترعين في تزايد، وإن شاء الله من هون لساعة المساء بكون عدينا نسب عالية جدا.